عبد الغني بن سعيد ممول الحفلات في مدينة الرباط، باش ما نديروش الإشهار للمقاولة ديالي، يمكن أنتم حتى أنتم غادي تكونوا متفقين معايا. وكذلك النائب الأول للرئيس ديال الفيدرالية المهنية لممول الحفلات في المغرب. طيب، نوى الدولة تقرب قراءنا من الأضرار التي تكبدتها المؤسسات ديالكم اللي هي ممول الحفلات. الوغ ممول الحفلات باش نكونوا صريحين، هما الناس اللي مالوغوزمون كانوا المضرورين الاول في هذه الجائحه، حيت كانوا عندنا حفلات وكانوا عندنا مهرجانات وكانوا عندنا دي كونغري ودي سيمينير اللي كنا غادي ننظموهم، وخسرنا عليهم بسبب ديال الفلوس باش نشريو ليكيبمون ديالهم باش نوجدوا داك هاد الحفلات هذا، ومن بعد انيلاو. كذلك الحفلات ديال العراسات اللي كانوا عندنا حتى هما تانيلاو، وزياده على ما بقات عندنا حتى فيزيون اللي اش غادي نديروا الحفله ولا ما اش غادي نديروهاش. دونك سو كي في هنا الممولين وكل ممولين بدون استثناء وكل العصا، كلاو العصا بمعنى الكلمه. طيب، كيف تيقول لك وصل السيف السيل الزبعه. دونك اكثر من 6 اشهر من مارس الى وحنا دابا وصلنا. جلستم مجموعه من المسؤولين الحكوميين، ما هي اشنا المشاكل اللي حاولتوا تحلوها؟ وصراحه كان كانت واحد التنفس، تنفسنا واحد شي شويه ملي كان داك ال 2000 درهم ديال الدعم اللي تعطات من الجهه ديال الصندوق ديال التضامن ديال لا سينيسيس، تعطات 2000 درهم، حيت مشكل كبير باش حتى المستخدمين ما يكونش عندهم واحد لو سالير. كاين اللي كان تيشد 6000 درهم، كاين اللي كان تيشد 5000 درهم، كاين اللي تيشد 4000 درهم، كاين اللي تيشد 10000 درهم، يصدق ما عنده حتى ريال، وهو عنده الدراري وعنده مسؤوليه وعنده عائله تيصرف عليها ورب اسره، غادي يبقى بدون ريال ولا جد ريال. جات الكوفيد 19 في الصندوق اللي دار، تعطى هذه الفرصه باش في لو مواد مارس كانوا خداو 50% 1000 درهم، لو مواد افريل 2000 درهم كذلك، دونك 3 شهور، وواحد الوقت جا حبسوا، تحبس عليهم. دونك هنا منين تحبس ولا عندنا مشكل كبير، حيت ما بقيناش نهزوا، حنا ما بقيناش نهزوا الهم باش نخدموا باش نربحوا. حنا دابا حبسنا المحلات ديالنا سدينا، ولكن المشكل الكبير هو العمال نتاعنا. العمال تاعنا ما بقاو لا تيستافدوا لا حتى حاجه. لو موا دو جوان الناس ما عندها ما تاكل ما تشرب، كيفاش غادي نقوموا بهم حنايا؟ ما عندناش حنا حتى حنا اون سوبي دي بيغت سيش، راه 7 شهور بلا ما تدخل لا ريال لا جد ريال، راه سي انكرويابل. ومن جلستوا المسؤولين الحكوميين طرحتوا عليهم هذه المشاكل؟ دابا حنا ديغنييغمون قعدنا مع الوزاره المعنيه اللي سوا ديزون وجيسبيغ بانه قالت بانه حنا اللي مكلفه بكم، حيت لو تريتور ما كانش عنده لو مينيستير دو تويتيل ديال اللي غادي يرجع ليه. دونك من بعد مدابزه وبعد الغوات وبعد هذا، دابا ولات وزاره التجاره والصناعه هي اللي قالت بانه هي لو مينيستير اللي مكلف بنا. قعدنا مع الوزاره الاولى كذلك، قعدنا مع الوزاره ديال اللي كانت قبل سوا ديزون كانت هي اللي مكلفه بينا ديال الصناعه التقليديه، من بعد دابا قالوا لنا راه وزاره ديال تيصيفطونا من هنا لهنا. دابا جيسبيغ كو ما نبقاوش نتبالونساو من هنا لهنا، بانه الوزاره ديال الصناعه والتجاره اكدت لنا بانها هي اللي مسؤوله علينا. قعدنا معهم ديغنييغمون هي واحد 3 جوغ ولا 4 جوغ، قال لك اسيدي راه داك الدعم اللي كان تعطى سبيسيالمون للتوريزم اللي هو ديال هاد 2000 درهم راه غادي يكون حتى ليكم نتوما، ونتمنى وحيت حنا الخدامه ديالنا راه ولا داك الشيء انكرويابل، هادي غادي يولي
انا دابا تنقولها لكم صراحه بانه غادي تكون مصيبه كبيره الا ما تعطاتش هاد 2000 درهم، حيت الناس ما عندها ما تاكل، الناس غتولي تخرج تسرق، غتولي تخرج تخطف، باش نكونوا صريحين ما عندهم ما ياكلوا. ما يمكنش رئيس الحكومه غادي يقول بانه المهنه ديال التريتور ما تبقاش تمارس المهنه ديالها، ما كاين لا حفلات ما كاين لا كنازات لا والو، بحال دخلتي شي واحد الحبس، دخلتي الحبس وما عطيتيهش ياكل ويشرب. الى سيدي الوزير الاول حبستي لنا هاد لاكتيفيتي ديالنا، خصك تكون معنا تشوف المشاكل ديالنا وتشوف شنو كاين وراء هادشي. دونك حنايا دابا تيبان لينا بانه دابخي لي سونداج ديالنا تقريبا واحد 80 بين 75 و80% ديال المهنيين ديال هاد الحرفه يلفو اباندوني لو طرافاي ديالهم، سمحوا في هاد الحرفه هادي. راه كاين اللي ولا جزار، كاين اللي ولا تيبيع الخضره، كاين اللي ولا تيبيع الحوت، كاين اللي ولا تيدير داكشي ديال فيسبوك ولا تيبيع غير فيسبوك، قال لك انا بركه لي غير فيسبوك نبدا نخدم فيه ونبيع فيه. Donc ce qui fait, il y a tout un secteur qui va mourir. Et c'est vraiment dommage, parce que le traiteur s'estime, il y a le Maghreb, où il y a les compétences, qui ont des compétences dans le Moustawa Kabir, où il y a des trophées au niveau mondial, où il y a parmi les premiers dans le monde, dans le secteur où les oreilles du Maghreb, dans les congrès, dans les séminaires, ou dans les tadahourat le Kubra, اللي خداو دي تروفي كبارين واللي يمثلوا البلاد ديالنا احسن تمثيل، ها هو هذا السيكتور تيموت تيموت بشويه بشويه، بكل بعرق تيتحيد بعرق. الافاق ما بليناش، ما بقى باين الافاق، لا ما بيليناش حنا حتى حنا راه ما بغيناش هذا الشيء يستمر. سي دوماج كو تنشوفوا بانه هاد لي كا ولاو تيتزادوا افيغ ا ميزور تيتزاد هادشي، ولكن اي افاق ما كاينش، ما بقى تيبان لينا حتى حاجه، ما كاين لا شيفر ما كاين لا افاق. كوني كان عندنا نقولوا بانه راه غدا غادي نحلوا غادي نديروا واحد كان تعطى غير ليسبوار في فيفغ، يقول لك غير راه من دابا سيمانه غادي نطلقوا يبداو جوج طبيلات ثلاثه طبيلات نبداو بهكا ونقادو، وحنا مستعدين كدي تريتور ومهنيين نديروا كاع اللوازم اللي خصها دار باش نفيتيو هاد لا كونتيميناسيون، سيتادير التعقيم، التباعد، ليجيان، لا سيكوريتي سانيتير. حنا مستعدين من كل ناحيه، المهنيين مستعدين باش يديروا يقوموا بالواجب، نسهروا عليه ب ب ب ب ب ب بكل شيء باش ناخذوا افيغ ميزور لاكتيفيتي ديالنا تعاود تشد وتعاود تنفس. ما بقاش لا ما بقيناش تنتنفسوا، اي سي فريمون دوماج. يا يو بور روفينير يا يو دي des prêts, donc d'aman oxygène, les savent domino quelques uns, quand le prêt de la relance, quand elle savent domino quelques uns, ou là qu'in savent domino bas diou had les machakil li kan ayshouha, ha ou d'abord chlass had nes li savent domino had chouma, ou ma chlasso, ti chlasso d'abord تي خلصوا فشي حاجه اني با دو بحال تتلوح تتشد وتتلوح، ما كايناش اون برودكسيون اللي غادي تبيع. دابا غدا ولا بعد غدا غادي تجي عند شي واحد تقول له وجد لي شي كونغري، يقول لك واعطيني مناش ما عنديش باش نوجد. داك الخدمه اللي خديته كتصرفو تصرف مشى، هو اللي كنبقى في ظهرنا خصنا نعاود نديوه، ماشي ساهل باش غادي تشد واحد هذا ومن بعد تخليه لك في ظهرك انت غادي تخلصو. حنا اوني اون تران دو سوبير. انا تنعرف بانه الدوله ديالنا تبارك الله سي راه سون نوتر بارتنير، شاك انتربريز ليتا اي سون بارتنير. الا جاتنا شي حاجه حنا تنسقيو واحد الشجيره تنسقيوها جميع،
وباش ملي تيخرج ديف خوي حنا تناخذوا شويه والدوله تاخذ شويه وكل واحد اللي هذاك تياخذ شويه. دابا هاد الجائحه جات طاحت هرست لنا لي برونش ديال هاد الارب هذا وبوحدنا حنا خصنا نداويو هاد الشجره. ما عندناش الجهد باش نداويو هاد الشجره. اذا كونكلوزيون اون فيرمي نو بورت. الى ما كانش شي اعانه لي فغي اعانه واحد الدعم واحد واحد الفيزيون اللي خصنا نشوفها انصامبل مع الدوله مع الناس المسؤولين يقعدوا معنا في الطبله وشنو غادي نديروا وشنو غادي نفعلوا نعطيو اقتراحات ديالنا حيت حنا حتى حنا اللي نفهموا نو سوم لي بروفيسيونيل. اذا المقاربه تشارك حنا نو سوم لي بروفيسيونيل ومع الاداره وغادي نقولوا لهم ها شنو خصنا ها شنو هذا ها شنو هذا تعطي لي بوان دو فيو ديالها وحنا وغادي نخرجوا بواحد وغادي نخرجوا بواحد بواحد النتيجه اللي بوزيتيف. ولكن باش نبقاو هكا مصوبين لو سوغ ديالنا بوحدنا لا يقبل لا يقبل صراحه لا يقبل. حنا راه تنعيشوا دابا واحد الازمه وتنموتوا وتنطلبوا دابا النجده. هذا هو اللي كاين. شكرا جزيلا.